ترسخ فكرة ان الوحش هو السائد او ان الفاسد هو السائد، وانه ما دون ذلك النموذج الكويس او المحترم او المضيء هو الاستثناء، وان ده خطأ لانه بيخلي الاجيال اللي جاية او الصاعدة بتفكر كلها انه طبيعة الامور ان الناس اصبحت على خطأ او فاسدة. طيب خلينا ننتقل لحديث الكابتن محمود الخطيب وفكرة حقوق الملكية الفكرية وتعظيم الاستفادة باسم النادي الأهلي وهذا النجاح الكبير الذي أدى إلى أن شعار النادي الأهلي وكل المنتجات اللي بتحمل اسم النادي الأهلي بشكل أو آخر تسويقية رياضية كل ما يحمل أو يرتبط باسم النادي الأهلي أصبح علامة تجارية ناجحة جدا يسهل العمل على تسويقها وتقديمها للمتابعين لها أو الراغبين في اقتنائها على مستوى الداخل المصري أو على المستوى الدولي. كان الكابتن محمود الخطيب أشار لنقاط رئيسية خلال المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية واللي نظمته أكاديمية البحث العلمي اليوم، وكان طبعا كانت قد وجهت الدعوة للكابتن محمود الخطيب للمشاركة والحضور وإلقاء كلمة. العبارات يعني بعض الخطوط او العناوين الرئيسيه، بيؤكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ان مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع امس من اجل كيفيه تعظيم العلامه التجاريه للنادي قائلا: نحتاج لاستغلال العلامه التجاريه للنادي في الكثير من المجالات. وايضا اوضح الكابتن الخطيب انه عندما بلغ يعني تم الحديث عن وصل الامر الى الفعاليه والمناقشه حول البحث جيدا حول العلاقات بين الملكية الفكرية والرياضة، وجد أنه تم بالفعل هذا الأمر مع النادي الأهلي منذ 15 عام، وأشار إلى أنه نتاج دمج الملكية الفكرية في النادي الأهلي أصبحت إيرادات النادي الأهلي في حقوق البث خلال 4 سنوات حوالي 900 مليون جنيه. ولسه في يعني سنأتي إلى الحديث عن تفاصيل كثيرة جاءت في الكلمة اللي ألقاها الكابتن الخطيب. أهمية هذا الأمر من وجهة نظرك يا أستاذ البحر؟ هو الأهلي كان سباق في هذا الموضوع زي الكابتن الخطيب ما أشار، والاهلي يمكن بنتيجه الفكره دي عمل المحلات بتاعته اللي محلات الاهلي بتبيع. لما تيجي تشوف حقوق الانديه اي نادي بره، يعني انا زرت دورتموند اظن في المانيا وزرت المتحف بتاعه، فتكتشف ان كل ما له علاقه باي حاجه في اي موضوع بالنسبه للكوره بتباع. بدايه بقى من فوق من الكاب ده، وكاب ده 100 نوع، وبعدين عامل كابات من بتعبر عن المراحل السابقه، يعني انت من الاجيال السابقه، صور لكل اللاعبين القدامى وتشتري الصور. يعني انت مش اقل من 1000 صنف بتباع، خدت بالك؟ اي محب للنادي بيجي بيشتري، ده تعظيم للايرادات. هناك بيحترموا ده، ما حدش يقدر، خلاص بعمل انا العلم بتاع النادي الاهلي، ما حدش يقدر يطبع العلم ده في اي حته تحت السلم. بعمل التيشيرت بتاع النادي الاهلي بتاع ده، ما حدش يقدر يطبع البتاع ده تحت السلم. فانا تعظيم الايرادات النادي الاهلي يعني لحد كبير جدا قدر نجح. طبعا هو شعبيته وانجازاته اداته في الحقوق البس والحاجات دي كلها انه يبقى عنده اعلى ايرادات في الحقوق. انما ديت انا في رايي انا ان حقوق الرعايه او البث او الكلام ده كله بتمثل انا رايي انا 10% من اللي احنا نقدر نجيبه، من اللي نقدر نحققه. طبعا كلام حضرتك كمان بيؤكد اللي قاله هنا الكابتن الخطيب. نعم، حققنا رقما جيدا في حق النادي الاهلي في البث والرعايه، وارقامنا ليست سيئه، ولكن امام المصروفات واحتياجات النادي الاهلي علينا زياده هذه الارقام. والايرادات في الرياضه لها انواع كثيره من خلال استغلال لوجو النادي في الكثير من المجالات. هو انا اللوجو ده انا عندي اصلا ايه كل حاجه، انت مش متخيل، وكل شويه بيفننوا. انت مش بتلاحظ ان مثلا برشلونة عنده اللبس التقليدي بتاعه اللي احنا عارفينه، انما عنده كام فانيلا احتياطي وكل سنه لازم يغير، تعرف ليه؟ لان في بدايه الموسم بيطلع جوله في الصين ولا في اليابان ولا مش عارف فين، الفانيلا الجديده اللي بتتعمل ديت بتجيب له مبلغ مثلا ممكن يقعد مغطيه في ايرادات قد كده. فانا النهارده كل ما له علاقه انك انت المحب للنادي الاهلي ولا، فالناس عايزه تشتري ده. هي الفكره كلها كيف احافظ اضمن ان ما حدش يضرب ده. هي دي القضيه الحقيقيه. بيتكلم عن الدور الاعلامي للمؤسسات الرياضيه الكبيره مثل النادي الاهلي. بيتكلم هنا كابتن الخطيب عن الدور اللي بتلعبه قناه الاهلي، وبيقول طبعا فيما يتعلق بحفظ حقوق الملكيه الفكريه لاسم النادي، قال في هذا الشان: القناه لها هدفان، تحقيق ايرادات وكذلك الدور المجتمعي، وسيعمل النادي الاهلي على توحيد منابر او محتوى منابر الاعلام بالنادي الاهلي، القناه ومجله الاهلي والموقع الالكتروني الرسمي للنادي، لتقديم الاستفاده الحقيقيه او افاده المجتمع المصري والنادي على يعني على السواء. النهارده النادي الاهلي مؤسسه لما يبقى مرتبطه بالجماهير،
كبيرة جدا في مصر وجماهير خارج مصر محبين له وعاشقين له، كيف أستفيد من ده وإزاي أن أنا في كل حاجة أستفيد؟ أنا مهم جدا لما يكون عندي قطاع كبير مهتم بيا يبقى أنا الدور الإعلامي بتاعي، وده اللي أشار لها الكابتن الخطيب، القناة، المجلة، الموقع الإلكتروني، خدت بالك؟ لأن أنا بواكب بقى زمن عشان يبقى هو من حقه أنه يعرف المعلومة الصحيحة من النادي الأهلي بدل الحاجات اللي تتقال كتير ولتعظيم أمور كثيرة أخرى، لأن أنا لما تبقى عندك قناة هتعظم لك أمور كثيرة جدا لصالح النادي. فده اللي بيتعمل، ده مطلوب، وده انا بعتقد ده اللي جاي في الفتره اللي جايه. انما في الاول وفي الاخر، طيب عفوا المقاطعه استاذ ابراهيم، اسمح لي نتوقف مع حضرتك ومع مشاهدينا الان مع